بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإقامة في الفضاء. في السنوات القليلة القادمة سوف يتمكن العلماء من إنشاء فنادق فضائية، ويمكن لأي شخص أن يصعد ويقيم لمدة أسبوع مثلا أو أكثر. هذا الأمر كان من ضرب الخيال قبل سنوات فقط، ولكنه اليوم حقيقة واقعة، حيث أن تمكن الإنسان من ركوب هذه المراكب الفضائية والصعود باتجاه السماء. والعجيب أن القرآن أشار إلى أن البشر سيركبون مثل هذه الأطباق الفضائية وغيرها من وسائل النقل والركوب. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سورة الانشقاق آية 19. أليست هذه المعجزة تشهد على صدق هذا القرآن؟ والله أعلم.